تم اختراع السلوفان في عام 1908 على يد الكيميائي السويسري جاك إدوين براندنبرجر، وكانت وظيفته الأصلية استخدامه لحماية مفرش المائدة من انسكاب النبيذ، حيث لما كان براندنبرجر في أحد المطاعم لاحظ أن أحد الزبائن سكب النبيذ على مفرش المائدة، فاضطر النادل لتغيير المفرش بالكامل، فخطرت باله فكرة تطوير مادة تطرد السائل بدل ما تمتصه، ومن هنا تم اختراع السلوفان. تعتبر السيدة أنيت كيلرمان مصنفة من أوائل النساء السباحات المحترفات في القرن العشرين، لكن في عام 1907 اعتقلتها الشرطة على شاطئ بوسطن لارتدائها ملابس السباحة المكونة من قطعة واحدة، وتم اتهامها بالفحشاء، حيث كانت في الفترة دي السيدات بتلبس الفساتين والملابس التقيلة على الشاطئ. لكن بعد حادثة أنيت بدأ العالم بتغيير فكره تجاه ملابس البحر الحديثة للنساء، حيث أنشأت أنيت خط لصناعة ملابس السباحة المكونة من قطعة واحدة. ويت 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 بو فين؟ هتروح الجامعة كده؟ Of course not. إذا كان كده معلش، لو اتقفشت بيها أنا معرفكش. ها؟ Okay bye. البنت لابسه ال بداية عادة ترك بصمة أو أثر أو كتابة لشخص مشهور على الأسمنت الرطب ظهرت لأول مرة في عام 1927 أمام مسرح جورومان الصيني في لوس أنجلوس، لما الممثلة نورما تالميدج داست بالغلط على مربع أسمنت رطب، مما ألهم سيد جورومان صاحب المسرح بجعل المشاهير بترك أثر على مربعات الأسمنت أمام مسرحه. سيني؟ إيه؟ سيني؟ ايه سميد يعني ايه؟ يعني ممضي. ممضي؟ ايوه. ممضي من مين؟ من نابليون. مين؟ نابليون. نابليون بونابرت؟ ايوه. بتاع الحملة الفرنسية؟ ايوه. الله، ساب الجيوش والمماليك والانجليز وقعد يمضي على اطباق. تساؤب الحيوان بيعتمد على حجم دماغه، حيث كل ما كبر حجم الدماغ كل ما طالت مدة التساؤب. الأطباء الجراحين اللي بيلعبوا ألعاب الفيديو لمدة 3 ساعات على الأقل كل أسبوع بيكون أدائهم أسرع بنسبة 27% وبيرتكبوا أخطاء أقل بنسبة 37% أثناء إجراء الجراحة بالمنظار. لو قريت مسرحية مكبس أكيد هيكون عدى عليك مشهد الساحرات التلاتة اللي كانوا بيحضروا تعويذة، وكانت مكوناتهم عبارة عن عين السمندل المائي وإصبع الضفدع وصوف الخفافيش ولسان الكلب وساق السحلية وجناح البومة. كل المصطلحات دي قديمة وبترمز لبذور الخردل والحوزان والأوراق المقدسة واللبلاب. اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالولك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو ده رجل العفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل العفريت. لو سمحت لقي عندك فيصل جن. مين فيصل جن؟ لا عندي شرخه العفريت. يعتبر بدايه استخدام شواهد القبور على المدافن عاده بتعود لاكثر من 3000 سنه، لكن في عصرنا الحالي تم ابتكار شواهد قبور بتحوي رمز كيو ار كود، حيث بتقدر تمسح بالرمز باستخدام الهاتف وبتظهر لك صفحة للشخص المتوفي بتحوي صوره وسيرته الذاتية وتعليقات الناس عليه، حتى ممكن تلاقي قائمة الأكثر مقطوعاته الموسيقية المفضلة. حيث تمن إنشاء شاهد قبر حديث بيحوي رمز كيو ار كود بيبدأ من 125 إلى 156 دولار. تحب الطلعة تبقى عادية ولا سوبر لوكس؟ سوبر دلغالي دلغالي. تحب بقى لما نغسله نغسله بمية الحنفية ولا المية المعدنية؟ مية معدنية دلغالي دلغالي. تحب بقى أما نليفه بالصابون العادي ولا بالشامبو؟ شامبو دلغالي دلغالي. ألفين جنيه ونص. سمحت يا أستاذ، أنا آسف، أنا مش عامل حسابي غير في 100 جنيه. نعم 100 جنيه. أنت جدعان أنت جدعان. يوجد إثبات علمي إن الإنسان ما يقدرش يمشي في خط مستقيم بدون نقطة بصرية،
حيث لو تمت تغطية عيونك هتبدأ بشكل تدريجي تمشي في دائرة مهما أقنعت نفسك إنك بتمشي في خط مستقيم. على الرغم من حظر التدخين على متن الطائرات إلا إن منافذ السجاير إلزامية على كل طيارة بغرض لو في شخص ما خالف القانون. انت انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انت يا جدعي؟ بشرب سجارة يا عم خرمان. خرمان ايه ومنين انت ايه؟ يابا الطريق طويل قدامنا لسه يا جماعة. يا دنيل المهببة يا جماعة لو سمحتوا مش عايز طفي السجاير على الأرض. لا انا بطفي في كفي ايدي. وهترميه في ايه؟ على الأرض كمان. قام خفر السواحل الأمريكي بتدريب الحمام على اكتشاف الأشخاص المفقودين في البحر. قبل استخدام الزئبق في موازين الحرارة كان بيتم استخدام البرنج الملء موازين الحرارة. تعتبر رياضة المشي على الحبل من أقدم الرياضات في التاريخ، لكن في عام 1859 أدت تشارلز بلوندن عرض مشي على الحبل فوق شلالات نياجرا، ليعتبر أول شخص يمشي على الحبل بارتفاع عالي وخطر بدون ما يقع يغرق. وبعدها بدأت رياضة المشي على الحبل تصبح أكثر خطورة وارتفاعا بالشكل اللي نعرفه اليوم. ايه هو أنا حاجز؟ حاجز؟ أنا صحتي بومبا، أنا أمشي على الحبل. تمشي على الحبل؟ بس حطوه على الأرض. قبل عام 1687 كان بيتم صناعة الساعات بالعقارب فقط بدون أرقام أو نقط، وكان السبب لأن الشخص العادي ما كانش محتاج يعرف الوقت بالدقيقة وما كانش مهتم بالوقت من الأساس، وكانت الساعات متوفرة فقط في الكنائس والمباني الحكومية والمصانع، عكس اليوم كل شيء محسوب في حياتنا بالدقيقة والثانية، ميعاد المدرسة أو ميعاد الشغل أو ميعاد القطر أو ميعاد حجز، حيث ممكن دقيقة واحدة تأخير تعمل فرق شاسع. ساعتي مظبوطة وانا راجل مظبوط حسب الاتفاق، 5:30 يعني 5:30 على ساعتي دي مظبوطة على ساعة جرينتش. استنى. نعم. فين العقارب؟ انا ساعتي مظبوطة من غير عقارب. يوجد في ايطاليا نوع من الجبنة اسمها كاسو مارزو اللي في اللغة السرجينية معناها الجبنة المتعفنة، حيث هي عبارة عن جبنة بتحوي بداخلها الالاف من الجيدان، حيث الجبنة مستخرجة من حليب الغنم، حيث بيتم تركه يتعفن وترك يرقات الحشرات الحية تعشش جواه، وبعد ما بتفقس يرقات الحشرات وتخرج الجيدان البيضة تتغذى على الجبنة، بما بيجعل الجبنة ذات بنية لينة وطرية وجاهزة للاستهلاك. تعتبر ستونهنج من أغرب المعالم التذكارية من ما قبل التاريخ، حيث تم بنائها من 4 إلى 5000 سنة في الريف الإنجليزي، وكان غرض بنائها لا يزال لليوم غامض، حيث توجد عدة نظريات، حيث إحدى النظريات إنه كان مرصد بدائي أو موقع جيني، حتى إن في بعض الناس بيعتقدوا إن الفضائيين هم اللي بنوه، حيث قد يكون ترك انطباع اللغز السبب في بناء ستونهنج من الأساس. في بدايات القرن ال18 كان جون مونتاجو الرابع إيرل ساندويتش اخترع الساندويتش عشان ما يضطرش لترك طاولة القمار لتناول الطعام، حيث كان جون ساندويتش مدمن قمار حتى انه ما كانش يرضى يقوم من الصالة لتناول الطعام، فكان بيأمر الخدم يحضروا ليه قطع من اللحم بين شريحتين من الخبز، حتى ان زملائه في صالة القمار بقوا بياكلوا قطع اللحم بين شريحتين من الخبز ويقولوا احضر لي مثل ساندويتش، ومن هنا اتولد الساندويتش. اما اسم ساندويتش بيعود لإيرل ساندويتش، وهو لقب نبيل تم انشاؤه من قبل السير ادوارد مونتاجو إيرل ساندويتش الاول، حيث استلهم اللقب من مدينة ساندويتش في كنت اللي في جنوب شرق انجلترا، حتى انه يوجد سلسلة مطاعم اسمها إيرل ساندويتش تم انشاؤها من قبل الحفيد جون مونتاجو الحادي عشر إيرل ساندويتش.
99% من الخرشوف اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية قادم من مدينة واحدة وهي كاليفورنيا، وبالتحديد منطقة كاستروفيل الملقبة بعاصمة الخرشوف، حيث تعتبر كاستروفيل المورد الرئيسي للخرشوف في أمريكا، ووضع أمريكا بالمركز التاسع عالميا في إنتاج الخرشوف بعد إيطاليا في المركز الأول ومصر في المركز الثاني. مصطلح فريلانسر يعني العامل الحر أو العامل لحسابه الخاص، حيث بيعود في الأصل للمرتزقة اللي بيعملوا لحسابهم الخاص مقابل مادي. هم يعرفوا حب الفلوس. بالظبط يا دكتور. أبجني تجدني، هو ده الشعار بتاعه. هم حضرتك استفزونا كلنا. ربنا يسامحهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. زمان في فترة وحقبة المجاعات كانت الناس بتاكل الشموع لأنها كانت مكوناتها الرئيسية دهن البار أو شمع النحل، فلذلك كانت غالبا بتتسرق في المجاعات عشان الناس تاكلها. قبل مطلع القرن العشرين كان الرجال والنساء بيتشاركوا بلبس قمصان النوم في الليل، لكن في بداية عام 1900 بدأت تنتشر البيجامات الرجالية، ولكنها ما حظتش على إقبال كبير، حتى إن كان في أي امرأة بتلبس بيجامة قبل النوم كانوا بيطلقوا عليها إنها غريبة الأطوار. لكن في عام 1915 في فترة الحرب العالمية الأولى كانت بتحدث العديد من الغارات الجوية، وممكن في أي وقت يصبح الناس ضحايا للحرب وهم في أسرتهم، حيث بدأت المجلات تروج للبيجامات بغرض إن لو حدثت غارة جوية مفاجأة يقدروا يهربوا من بيوتهم بملابس نوم تجعلهم بمظهر حسن لو قابلوا حد من الجيران بدل ما يلبسوا قمصان النوم، غير إن البيجامات كانت أكثر عملية من قمصان النوم وبتدفي أفضل منها، وكانت فيها جيوب متعددة تقدر تخزن الأشياء المهمة فيها. أقدم فندق في العالم هو فندق نيشياما أونسين كيانكن في اليابان، واللي تم تأسيسه في عام 705 ميلادي، وما زال الفندق موجود لليوم وتقدر تقيم فيه لو حبيت. يوجد العديد من الناس الحاصلين على رقم أو رقمين قياسيين في قائمة جينيس، لكن يوجد شخص أعطته قائمة جينيس رقم قياسي لحوزته أكبر عدد من الأرقام القياسية، والشخص ده هو أشريتا فورمان، حيث هو مصنف في قائمة جينيس إنه صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية العالمية، حيث أشريتا سجل أكتر من 600 رقم قياسي وبيحمل حاليا أكتر من 200 رقم قياسي، وتعتبر أرقامه القياسية زي أطول وقت الهولهوب تحت المية ودفاء أكتر من 20 مشعل باللسان خلال دقيقة، وقلب أكتر من 30 بيضة بالنفخ في خلال دقيقة، أو وضع 62 كوباية زجاجية على الدقن لمدة 11 ثانية، وأطول مدة موازنة منشار على الدقن. ولو اتكيت شوية هيبقى رائد فضاء عادي. أتك بلاش. على عكس الاعتقاد الشائع للعديد من الناس ان المنشار تم اختراعه في الاساس لقطع الشجر والاخشاب، لكن في الحقيقة تم اختراعه في الاساس عام 1780 لاول مرة من قبل طبيبان اسكتلنديان وهم جون ايتكن وجيمس جيفري، حيث اخترعوا المنشار اليدوي لقطع احواض الامهات اثناء عملية الولادة للامهات اللي بيواجهوا صعوبة في دفع اطفالهم للخروج وتوسيع غضروف العانة وإزالة العظام المحملة بالأمراض أثناء عملية الولادة. سكينة سكينة؟ نعم سكينة سكينة سكينة. الراجل ما غلطش في حاجة. شنيور شنيور؟ ده ما تديله سم أحسن. شنيور حاضر حاضر. شنيور صاروخ صاروخ. والراجل ده ملوش اهل يسالوا عليه. اتفضل اتفضل. جبان بشرة.
شرحنا في الحلقات السابقة عن ان الليجر هو ناتج من زواج ذكر الاسد مع انثى النمر، وان التايجون ناتج من زواج ذكر النمر مع انثى الاسد، لكن يوجد اتنين كمان غيرهم وهما الليجر وهو ناتج من زواج ذكر الاسد مع انثى الليجر، والتلايجر وهو ناتج من زواج ذكر النمر مع انثى الليجر، والتايجون وهو ناتج من زواج ذكر النمر مع انثى التايجون، واللي تايجون وهو ناتج من زواج ذكر الأسد مع أنثى التايجون. الإسكندر الأكبر من أعظم القادة في التاريخ، رغم إنجازاته المتعددة والضخمة إلا أنه توفى وهو عنده 32 سنة بس، حيث بيعتقد أنه تم دفنه وهو مازال حي، حيث كان الإسكندر بيعاني من اضطراب عصبي اسمه متلازمة جيلان باري، وبيعتقد انه لما مات كان في الواقع مشلول وواعي عقليا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن الكلب يا واطي، بعيديني غيبوبة تدفنوني بالحياة. يا وسخ يا واطي، طول عمرك عطمت الكلب حيوان. أنا وراك والزمن طويل يا كركر يا ابن الواطي. فو عليك فو عليك فو. فرقة الأفينجرز أو المنتقمون معروفة عالميا بتحطيمها الأرقام القياسية في شباك التذاكر ونجاح أفلامها، ولكن هل تعرف أن يوجد في الواقع فرقة حقيقية اسمها المنتقمون؟ حيث كانت فرقة المنتقمون عبارة عن مجموعة من القتلة اليهود اللي كانوا بيتعقبوا مجرمين الحرب النازيين بعد فترة الحرب العالمية الثانية، وكانوا بيعدموهم انتقاما لأفعالهم، وقدر المنتقمون يسمموا 2283 أسير حرب ألماني. صناعة الورق اللي نعرفها اليوم واللي بنستخدمها في حياتنا، مكون صناعتها الأساسي هي الأشجار، حيث لصناعة تن ورق أبيض هتحتاج من حوالي 17 إلى 24 شجرة، لكن يوجد في تايلاند مزار سياحي اسمه إليفانت بوب بوب بيبر بارك شينج ماي، حيث المزار السياحي ده بياخد براز الأفيال وبيحوله لورق صديق للبيئة بغرض حماية الأشجار، حيث الأفيال بتقدر إنها تتبرز 10 مرات في اليوم الواحد، حيث يعتبر غذاء الأفيال الرئيسي هو الأعشاب، وبيتكون برازها من 60% أعشاب، حيث بيتم نقع براز الأفيال لتطهيرها من الرمال والطين، وبيتم غليها بعدها للقضاء على البكتيريا والجراثيم الضارة، ثم بيتم تكفيفها ومزجها مع قش العشب أو لحاق الشجر، ثم بعدها بيضيفوا ألوان صناعية. موسوعة جينيس كانت في بدايتها مصنع للجعة في فترة خمسينيات القرن الماضي، حيث في فترة الخمسينيات كان السير هيو بيفر المدير التنفيذي لمصنع جينيس للجعة، حصل ذات يوم جدال معاه ومع صديق لي حول أسرع طيارة في قارة أوروبا، وانتهى النقاش بدون جواب نهائي أو كتاب مرجعي لحسم الجدال بينه وبين صديقه. فقرر بعدها هيو بيفر في عام 1954 فكرة لحسم النقاشات الجدلية عبر إطلاق كتاب بيشمل كافة أنواع المعلومات والأرقام القياسية بمساعدة الأخوين نورس ماكويرتر وأخو روس ماكويرتر، وقدر الكتاب ينجح نجاح هائل غير متوقع، ودي كانت تعتبر بداية تحول مصنع جينيس للجعة لموسوعة للمعلومات وللأرقام القياسية. رسام الكرتون مورت وولكر ابتكر معظم الأيقونات اللي نعرفها في الكرتون، زي بريفيت اللي هي سحابة الغبار اللي بتظهر للشخصيات أثناء الهرب بسرعة، أو بلوتز اللي هي قطرات التعرق اللي بتظهر للشخصيات لما بتكون قلقانة أو تحت ضغط، أو جرولكس اللي هي الرموز اللي زي دي كتوجيه للكلمات البذيئة والشتايم. الريحة بنت الوقت دي ريحة خضرة جدا. حفل زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز شافوا أكتر من 750 مليون شخص حول العالم عام 1981، ولكن للأسف شهد 2 مليار و500 مليون شخص جنازتها في عام 1997.
وبس كده، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله.